سي الحسن الحداد، مرحبا بك. في هاد الفترة هادي أول حاجة غنسقسيوك عليها وهي الحالة الصحية، كي بقيتي من بعد دخولك للمستشفى؟ هو في حقيقة كانت وعيك صحية يعني طارئة، فقط يعني واحد النوع ديال الاضطراب ديال الإيقاع ديال القلب، ويعني مشيت للمستشفى واحد 48 ساعة، الأمور الحمد لله رجعت إلى يعني إلى العادة، إلى ما هو إلى صحة جيدة إن شاء الله الحمد لله. هذه دابا تقريبا 3 سنين باش كنتيش وزير، شنو هو الباركور ديالك اللي قمتي به؟ هو في الحقيقة يعني بعد ما تخدمنا الانتخابات وصرنا برلمانيين وحنا كنا وزراء، حنا واحد 12 وزير يعني غادروا الحكومة لأنه كان واحد الحالة ديال التنافي، بعد ذلك استمرت الحكومة ديال بن كيران حتى جات الحكومة ديال العثماني، إذا حنا غادرناها قبل شوية لأنه كانت هاد حالة التنافي. في هاد الفترة هذه كانت فترة في الحقيقة غزيرة بالإنتاج، لأنه انتجت كثير من عشرات من المقالات، تقريبا جوج الكتب والثالث يعني هو في الطريق. سي الحسن، عاودنا كيفاش تعينتي وفعلا في البنك الدولي وفي الفون مونيتير، كيفاش طلعت باش طلعتي لهذه المهام؟ واش كانت بسهوله؟ هل هناك كان تعقيدات؟ واش كان خصوم؟ وكيفاش خديتي؟ وشنو العمل ديالك المقبل فيه؟ لا، هو في واحد القضيه حتى حاجه ما كتجي بلا خصوم، يعني والحاجه اللي ما كتجيش بلا خصوم وبلا يعني صراع ما تتكونش حلوه. في الحق انا انتخبوني الاخوان البرلمانيين العالميين اللي هما موجودين على مستوى الشبكه باش نكون في المجلس الاداره هذه سنتين، وهذه السنه كذلك يعني حاولوا انهم يجدوا الانتخاب ديالي. هذه شبكه برلمانيه داخل البنك؟ شبكه برلمانيه هي تتفاعل مع البنك الدولي ومع صندوق النقد الدولي، كنجيو حنا كبرلمانيين وكان يعني كنتحاوروا مع البنك الدولي حول قضايا معينه، حول مثلا هذه القضيه ديال التمويل، محاربه الفقر، المساله ديال التمويل، مثلا التغيرات المناخيه الى غير ذلك. بغيتي سجيد مثلا يدير اللي ما درتيش انت؟ لا، سجيد خصو واحد القضيه غير يتحاور مع المهنيين، يكون معاهم، يجلس معاهم. انا كنت نجلس معاهم يوميا وتنتحاور معاهم، وكانوا اصدقاء ديالي وكنعملوا كلنا كفريق واحد من العاملين اللي هما معاه يشتغل معاهم باش يمكن لهم انهم يدفع بالقطاع الى الامام. نعم، الان تزادت يعني العدد ديال الوافدين، وداك الشيء هذاك هو اللي اشتغلنا عليه، ولكن خصو يشتغل على شي حاجه باش الناس انهم من بعد. كاينه التنميه القرويه، راه يعني ورش كبير جدا، كاين هذا الشيء ديال المدن العتيقه، راه ورش كبير جدا. الان يعني هما كيجنيو الثمار ديالهم، ما كاين حتى مشكل، راه حتى انا فاجئ جني الثمار ديال العمل اللي قام به الزناقي وقام به عادل الدويري الى غير ذلك، ولكن الثمار تيجنوا، ولكن خصهم يبنيو. دابا اللي بان لي انهم يجنوا ولا يبنون، خصهم ودير شي شويه باش الناس اللي جاوا من بعدك يقولوا الله يرحم عليها. هذه النصيحه هذه قلتيها لسجيد ولا انا تنقولها له دابا؟ الا كان يسمع يسمع لي دابا، ياك نتوما 360 معروفين على خصو يسمع لهذه النصيحه هذه. هذه نصيحه راه من عند كل شيء، هذه راه تداول في كل شيء، لا العاملين داخل الوزاره ولا المهنيين ولا كل شيء. باش نرجعوا لواحد الانتقال درتيه ديال 360، كنتي في الحركه وصدقتي في الاستقلال، فين انت دابا؟ فين مرتاح؟ انا مرتاح مزيان في الاستقلال. عطينا شنو ملي كنتي وزير كنت واحد العدد من الانشطه ما تديرهاش بحكم المسؤوليه الكبيره، ولكن الان واخا كبرلماني تيمكن لك من غير الكتابه مسافر بطلاقه اكثر. تندير الرياضه ما عمرني توقفت عليها فاش كنت وزير، حتى كانوا عندنا 5 د ليزيطاج في الوزاره، واحد الوقت قلت اجي غادي انا ما بقاش خليهم وما يطلعوا، انا غنبقى نطلع على رجليا 5 د ليزيطاج. عرفتي شكون اللي قال لي؟ قال لي السي مصطفى الطراب. السي مصطفى الطراب قال لي انا راه تنطلع على رجليا في لوسيبي، راه ديرها وراه رياضه هذه مهمه. قلت انا غادي نبقى ندير هذه القضيه، وليت كنطلع 4 سنين وانا كنطلع 5 د ليزيطاج في الوزاره، كانت ساعدتني جسمانيا. نرجعوا لواحد الموضوع مهم كذلك، الدبلوماسيه البرلمانيه الموازيه. انتم عضو ديك اللجنه المغربيه الاوروبيه، دازوا الانتخابات حاليا. هذه اللجنه هذه واش غادي تحيوها؟ واش لان الانتخابات عطات نتائج شويه صعيبه في اوروبا؟ لا، هو اللجنه اشتغلت بشكل جيد جدا، وجميع الاعضاء ديالها قبلوا البلاء الحسن بحكم يعني كل واحد عنده تجربه على المستوى الدولي. الان ما عندهاش رئيس، خصنا نلقاو رئيس يعني من ضمن المجموعه في المستقبل القريب ان شاء الله باش يمكن لنا اننا ننطلقوا. الان يعني كاينه تركيبه جديده على مستوى البرلمان الاوروبي، عرفتوا بانه يعني الخضر
طلعوا، كاين كذلك مثلا الاحزاب المتطرفه اليمينيه وكذلك بعض الاحزاب اليساريه. احنا الاشكاليه اللي عندنا ما عندناش مع الحزب الشعبي، الحزب الشعبي عندنا علاقات مهمه معاه، احزاب بحال حزب الاستقلال عنده علاقات مهمه، دائما يصوتون لصالحنا. الاشتراكيين منقسمين، وهذا الاشتراكيين منقسمين بعض الاحيان يصوتون لصالحنا بعض الاحيان. اذا العمل تنديره مع الاشتراكيين بشكل كبير جدا. مع الاسف ما معناش واحد من 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 اتحاد الشراكي مثلا ولا التقدم الشراكي في هذه المجموعه باش يمكن لنا انه يكون يعني عنده ضغط كذلك وتفاعل مع الاشتراكيين. اليمين المتطرف لا يزعجنا في قضايا مثلا في القضيه ديال الوحده الوطنيه، ولكن يزعجوا في مسائل تتعلق مثلا بالتبادل الحر، لانه في الهجرة حان الوقت باش واخا شويه عاد دازوا انتخابات انكم تعملوا تنتخبوا رئيس وتبداو من دابا في الاتصالات. لا حنا دابا غادي نبداو، دابا حنا غادي نبداو في هذا في المستقبل القريب غادي يكون عندنا رئيس جديد، وغادي نبداو وغادي خصنا نمشيو. يعني حنا كنرابط في بروكسل ونرابط في ستراسبورغ، وتاني نكون عندنا علاقات شخصيه مع البرلمانيين وكنشتغلوا معهم.